إذا الشرع إلى صبية مسلمة سنية أخذت هذه المبادرة وتزوج بشخص أحبته. يا أخي شو من هي يا أخي اللي بشرع الله مش هي بتشرع؟ شو الحكي يا أخي؟ يا أخي هل وجع بجوز أخته واحد بيخدها يحب أخته بيخدها؟ شو الكلام هي؟ شو هالكلام نادين وويليام؟ شو الكلام هذا؟ شو الحب وحده كافي؟ ما أنه كافي يا عيني؟ أنا بحترم كلام سماحة المفتي أكيد بحترمه. بس ما بوافق اكيد عليه. مش ضروري توافي، مش نقدر انا موافقتك. الله اللي بدي يوافق مش انا بوافق. لا لا لا، مين انت حتى توافقي؟ انا متزوجة مدنيا. مين انت حتى توافقي؟ لا خلص، انت لم تعودي مسلمة. معش الكلام انسانة. انسانة انسانة. لم تعود مسلمة. سماحة المفتي لم تعود مسلمة وخلصنا. لم تعد مسلمة ابدا، لم تعد. هذه اذا ماتت لا تدفع في مقابر المسلمين ولا يصلى عليها. مرتدة يعني؟ عم بقول لك لم تعد مسلمة. شو انا بدي اقول شغلة. اذا ربنا اي ربنا وربنا الذي احل هو يا اخي النكاح، مش والله الثاني اللي بدهم اياه بيعملوه. في شروط، في حلال وفي حرام. لا شو اذا بدافع عنا اليوم؟ هي بدافع عن نفسها. بس انا بدي اقوله شغله. نحن قوامون على بعض. لحظه وليام. اول شيء مصدر الاديان اله واحد، اليهودية. هلا اترك الأديان إلي أنا، الله يرضى عنك. أنا سمعتك. اترك الدين إلي. أنا سمعتك. اترك الدين إلي. ما شرعي أنت. ما شرعي. اترك الدين. لا 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 لا. الأديان الثلاثة. ما تعرفي فيه ما تحكي فيه. وكله بيعترفوا فيه. يا أخي بعترف أنا بالمسيحية إنه مسيحي. اتركوا خياراتنا إلنا كمان. خلاص. إي عيني. خياراتنا إلنا. إله واحد نزل هالرسائل الثلاث بتوقيتات مختلفة. لك لك لا شو ما نزلها بالوقت واحد. جيت شرع. انا شو هاد بتطول بي اخي؟ بتحكي كلام خارج الخط، خارج الخط الاحمر. خطت الاحمر يعني؟ تجاوزت كل الخطوط. تجاوزت الاحمر وتبنى الاله واحد. اللي هو خلينا نسمع نادين. حط هذه الاديان الثلاث. خلينا نسمع نادين. خلينا نتفضلي. اولا بشكره على كل اللي حكي، مع انه في كلام في يعني عدم احترام لخيارنا، بس انا بالرغم من هالشي بحترم هو قناعاته. اكيد سمحت الشيخ. مش انا عم بحكي شرع، مش انا عم بحكي شرع. عم يحكي شرع وانا بحترم. بس انا انسانه وفي كتار غيري، مش بس بهذا البلد، بكل العالم بيأمنوا بربنا على طريقتهم الخاصة. كيف بطريقتهم الخاصة؟ كيف شكل هذا؟ مش موجودين بأمن بربة المبدي. هي في دين ما بيجوز نحن نتجاوز هذا الدين. بس عفوا سمحت. أنا بعتبر عفوا. خليني كفي. معلي لو بدي أطلع. نعم نادين تفضلي. وبعتبر أنا زواجنا ربنا كان موجود. ربنا كان موجود. نعم. وفي الله الموجود ما سمح لك بالزواج. طبعا. يعني مش موجود. إذا بتعرفي موجود ما سمح لك بالزواج. سمحت المفتي. شو؟ الموجود سمح له. مين قال لك؟ سمحت المفتي. مين قال لك سمح له؟ سمحت الله وسمح. سمحت المفتي. شو الكلام؟ سمح إذا بتريد، إذا بتريد. لا ما تتدخل فيه ما بتعرفه. نعم سمح له. مروان محفوظ شو عندك تاني؟ سمحت المفتي. خلينا نسمع وجهات النظر. اهلا وسهلا فيك. نعم. مرحبين فيك. بتشرفي على بيتك. نعم. هذا الكلام انا ما بقدر اقبله. يعني في ناس ملحدين اذا بيتجوزوا ما بنجي بنقول نكاح فاسد. يعني معروف شو معناته هالكلام نكاح فاسد. يا اخي يتزوج بس مش عن نفسه. عفوا بس الزواج منه عباره بس عن نكاح. سمحت المفتي. ما حدا طلب سمحت المفتي. الزواج منه عباره بس عن نكاح. شو لك؟ لا لا هو رابط اقوى بكثير من هيك. شو النكاح يعني؟ اذا بتريد انه ينام معه بس هيك الزواج. مش هيدا هو الزواج. مش هيدا هو الزواج. مش هيدا هو الزواج. في زواجات تحت الذي خلقك هو الذي يشرع لك. انت مش ملك نفسك. 100% ملك نفسه. لا أبدا مش ملك نفسه. أكيد. خلاص انتهى المشروع. بس عفوا. ما أنا ملك نفسه. خلاص بطلت. سمحت المفتي بس أنا. ما أنا ما بقعد بهيك مجتمع. السلام عليكم. سمحت المفتي. وعليكم السلام. انا احتراما لسماحه المفتي. نعم. هو محترم ابدا قناعاتنا ولا خياراتنا ولا افكارنا. نعم. انا احتراما لوجوده وبتمنى يرجع يعرف هيدا الشيء. انا حطيت هيدا الشيء، انا مش مقتنعه لانه هيدا الجزء من جسمي. انا حره اذا ببينه ولا لا، وما بيخل بالاخلاق ولا ببينني بطريقه مش لازم بين فيها. فهلا تطير.